يا شباب وشباب، مرحبا بكم مرة أخرى في أول حلقة بشتير مع شتيجري. ثم فيل صغير صار، عملنا ابيزود أما للأسف ما كانش ريكوردي. أما أنتو كا مرحبا بك شتيجري، وينك صح؟ جيلي الحمد لله. قدم لكم شتيجري بعجالة، من أحسن توب لين رويت، وحوش التوب لين في تونس. شتيجري هو واحد منهم، تم انتخابه كالام في بي في الكواليفايرز نتاع تورنوا نيكسوس اللي لعب فيه في الاكيب او تي، وصلوا سانكيم بلاس. أفرسا يظهر لي يميني برشا اتروكس وايريليا. شتيجري وين بابا؟ والله كلام صحيح. زيدنا عليه شوي. اوكي اسمه محمد علي شبشوب، 17 سنين، نلعب ليج عندي 8 سنين، بيك إلو ديوان، نلعب كما قلت حسمني ال ام في بي متاع لونكس كواليفاير، نلعب بيتروك سيريليا جاكس شامبيونيت بريسكي بروزرز الولف فايترز. هيل برشا. باش يرافقنا عم نشتغري في طرح البرومو متاعنا لهنا، اللي هو كان سهل ربي نطلعوا بيه بلاتينيوم تروى. من الاول بديت ديريكت توب لين اشتغري، ولا كنت تلعب في لين اخرى بعد بدلت؟ وقتاش طحت لوف مع التوب؟ في السيزون 5 اول ما بديت كيما اي واحد صار جست يعجبك شامبيون ما بتعجبكش لين، كنت نلعب برشا زيد وفكر زيد شو اسمه قبل اني انا وخويا خاطر بدينا اللول شامبيون وقتها ماستيري هو جاكس، كل واحد اختار بتاع الشامبيون بتاعي هذا هم ما يلعبوش ما نلعبش الاخر ثاني ماستيري هذا اول ما بديت معناها وقت عمري 9 سنين 10 سنين. سيزون 4 بديت نفهم اللول بديت نلعب رانكت، سيزون 5 ميني تريزن طلعت بها ديامون، تو من وقتها بدات المغامرة. معناتها وليت خلينا نقولوا برو بلاير، برو بلاير نقصد بها وصل لهاي ايلو معناها دايموند ابارتير من سيزون 6 هكا. سمي تنجم تقول هاي سمي هاي من السيزون 6 سيزون تسمى سمي برو هكاك ولا ايه تسمى تنجم تقول تسمى سمي برو بلاير مش تسمى خاطر مازلنا في البداية ما شاء الله معناها. نفترضوا كان جينا في الاوروب مثلا ينطبق الاسم هذا يولي ينطبق خاطر في الاوروب في الاوروب معناها سيمي برو بلاير يبداو من كيما نقولوا من ديامون دو الفوق. اوكي باهي. وشنو اللي عجبك في التوب لين؟ علاش مشيت التوب لين؟ والله انا كنت نلعب ريفن، حاجه تعجبني قبل خاصه في السيزونات قبل كنت نلعب ريفن كانت شامبيون معناها نجم تكري بها بريسك جيم كيما تكريها واحدة شامبيون ياسر في فان ميكانيك توب لين تصور يظهر لي معناها كلي عجبتك ريفن من بعد شيء ذاك تحول الى توب لين معناتها نجم تقول توب لين تبدا تصنع جوك وحدك نجم تحس بعد ما انا مبدله شويه عن الميت الاخرين جان نحسبها ثاني بس اصعب لين والثاني اصعب لين في الجيم. وشنو رايك في التوب لين طويكه في السيزون الجديد؟ شنو هو الفرق ما بين كليد؟ اوكي عندي رينيكتون ولا بيكلو مرت كايسر شيء مرة اخرى. شوف عندكم جنجل ابي ميد تاديت ناكم شتنس بيكي ابي حتى ديما في معناها في الشامبيونز ليغ تشيك تشوف لي معاك وانا نشوف بيكي وخاطر كان ميد نتاعك بيك ابي دونك انت تولي فورسي تبيك حاجه دي باش تبالونسي ال تيكيليبري كل شيء. كنت نسال على اي التوب لين في سيزون جديده شنو حسب رايك اهم الحاجات اللي تبدلوا؟ والله صعب شوي قبل ذي، هل انه تغيير بوزيتيف ولا نيجاتيف حسب رايك؟ والله ما لاحظتش يعني تغيير كبير في التوب الحقيقه. اما كان فما بتغيير نتصور باش يكون بوزيتيف ما شامبيونيت حاجه نيجاتيف لي خاطر شامبيونيت اللي نلعب فيهم ديجا كلهم الريت نتاعهم خايب. اكالي وريليا ومعنا جا اكالي وريليا ويتركس الكل الريت نتاعهم خايب. نتصور فما شامبيونيت جدد غادي يطلعوا الباتش الجاي فما سيت باش يطلع نتصور باش يكون من اقوى شامبيونيت في التوب. اوكي حتى ساعه موبيليتي اما شامبيون ياسر قوي
بتاعت اما نتصور توب ماشي فيه ثنية باهية. هيبة حسب ما فهمت شوية، أنا قالك بحكم أنه تبدل شوية الإكسبي متاع الجانجل تويك، دونك مهم برشا بالنسبة للتوب لينر أنه يحاول ينفيد، سورتو مثلا إذا كان مبوشي وترى الجانجلر متاعهم في البوي تاع مطلع، اسكو تنجمش تنحي له طرف إكسبي من عنده ولا؟ تنجم تنجم كذا بلا عندك افونتاج في اللين من الاول، حتى الكامبويت تلقاك تفارع معاهم، اما في نيفو آه. 8 نيفو معناها في نيفو بي نيفو 10 نيفو 9 تنجم تنجم تبوش الويف تمشي تهز الكامبويت. اما الحاجة البيه اللي ما صارش برشا عباد مركزة معاها في التوب اللي هما زادوا في الاكس بي نتاع المليونير، معناها زادوا في الاكس بي في الويف ويت. قبل كيف باش تطلع نيفو 2 لازمك بون نفس الحكايه، باش تطلع نيفو 2 لازم 7 مليونات، وباش تطلع نيفو باش تطلع نيفو 3 كان صدقني يا ربي الويف زاد 12 تكمل الويف لازم 15، خمسة باش تطلع نيفو باش تطلع نيفو 3 لازم 15 مليون، 15 مليون اكس بي مش تزم توا زاد وليت 14 مليون، ومش تطلع نيفو كات زاد نفس الحكايه في ال 20 وحاجه، اما تنقص بتنقص تنقص بالبنيه كهو اللي هي لازم تركز معاها، خاطر في التوب ديما تحاول كان انت باش تتاب الويف كان تطلع نيفو النيفو قبله لازم معناها تبدا عندك ليفل ادفانتج تريدي معاه اللي هي اوكي معناها في المتصور هذيك انبه في الكاب في الباتش معناها تصور هذيك حاجه ناقصه، خاطر قبل الباتش القديم قبل معناها البري سيزون ديما اللعبة على البوت معناها معروف اللعبة كلها على البوت عادي تبدا 8 0 خارج من التوب كونتر كيتلين مفيدي، خاطر كيف هيك باش تفيدي بوت مثلا كان جنكل كان في بوت باش تفيدي زوز مش واحد معناها، حتى بتبدا انت 8 0 تحصل في التوب هما شامبيونات تاخذ البوت كيتين ولا كيسا وحدهم يسلو كيريبي، دونك في الباتش الجديد نتصور حاجة أخرى معناها. كان نعمل طلع طويق على الماتشاب نتاعنا عن كليد اوكي ومورد كايزر، شنو هو اهم الخطوات اللي يجب اتباعها؟ به ماتش اب كليد ماتش اب كليد هو لازم ماي كانترك شوي خاطر باش ينقص لك الهيل بالكيو، اما ماتش اب كليد نجم تقول سهل عليه به الماتش اب يكون انك انت دوجي الكيو نتاعو خاطر هي الابيليتي الاكثر حاجه مركزه فيه به، والحاجه اللي فوق اللي الدبل في نتاعو اوتو اكتف معناها الدبل في نجم ينكتي مش هو اكتيفات اكتيفا واحد ينجم مع المينيونات كي يغربها تكتيفها وحدها، والحاجة الباهية الكول داون تاعها عالي الكول داون تاعها في 13 سكوند حاجة هكا، دونك انت باش تلعب الحاجتين هذوما انك انت تحاول تبيتي له الكيو نتاعو كونه مثلا تقدم ثلاثيتي مينيون هو يجي في كيو توخر مع تدوجي له الكيو نتاعو فرد وقت استنى فرد وقت استنى الدبل في نتاعو وقت الشغل تستعملها وتبيوزي الكول داون نتاعها. اوكي جست حاول تجيب في كيو مع المنيونيت وما تجيب ما تاكلش كيو اوكي واشتر الاول اختف عادي عادي اوكي، وديما تركز مع الجنجل كيتهم بعض هذي خايب يا دول ايش نعطيه تو اخرى ناس 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 تريد مش خايب الجنجل ظهر لي بدي في البوت في البوت اوكي ديما تلاش البوت دونك منيت دو دو ترونت تروا تحاول توردي الجنجل اوكي ما عندوش كيو تصور مازال ما قواش الدبل في كانوا كلاد مين بلا سؤال يا اخي تو كي ياخذ بوشن اسكو الدم تاع النعامه نتاعو يزيد ولا؟ اوكي نورمالمون هاي ايه الدم تاع النعامه يزيد هاي كي هو ديجا تستعمل بوشن اللي هي حاجه باهيه لينا برشا لقيت ناس بتاخدهم من المونتور و اوكي ده انت بتاخد نيفو 3 زمني انت تضم قبلك هو طاوي كاوك استعمل دبليو ما عندوش دبليو ايه كارك استنيته يجيب شي يضرب من بعد جبت كبير اوكي ما نخافوش من الجنجل خاطر نبوش علينا باش يمشي وردي هو كل كانون يجي نعم دين وتتواصل المشكلة هذي يعني بو هذا يسأل هو قوي دبل في صار وورد ده معناها جست وورد ورجع اوكي ديما اخر ديبوب البسيون عاود نزعل لعب تو لين الناس تقول خايبة ما كان جي بي كيو اوكي واخر نايس نايس نايس
تحاول تبعد عليه شوية تاخذ الفيوم تاعو. هذاك هاي رجع ان برينجي شوغات يجي نايس 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 اعطيك يو اوتو بون مش لازم تفلاش ولا اي لا لا اخشى 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 ما تعطيش ال خلي خلي شو اسمه تو تخليه يتصرف لا 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 مش معاه مش معاه مش معاه يموت 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 لازم شو اسمه يجيب كيو المشكلة في المونتور بتاعك عادي عادي غادي به غادي كنت لازم توخر شوية باش ما تعطيش ال باش ما تعطيش الباسيف معناها خاطر تريتو يرجع فيها فيسع وريت شو قاف جاي معناها في الباك اوكي غادي كوشاخ لازم تريزيتي يا ربك الكانون يا ربك الكانون تصور باش نعمل التبيع الكانون ان شاء الله ما يعملهاش نايس اوكي ريكولي بينج التي بي نتاعو ما فلاشيش حسب ما قلت ما فلاشيش ما مو فلاشيش يا اوكي خذ لنا زوز خذ لنا بوت و تيو ثيرمال ريكي وخذ لنا 150 باش نطلع 150 فين كور تعال بلاش تزيد لي جست استني فيكش تقول ما كبر بين فينكر قد نحطوها لنا على بكري حكينا انا واش تقري قال لي تحط البينك لهنا باش تصعب عليهم لانهم ينحوها اما كان حطها لنا مش خير جست خاطر الفيزيون تاعك تولي ابعد اكثر لا 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 انت جست انت باش تحطها غادي مش تنفعك اكثر غادي خاطر نفس بس نفس الفيزيون فهمني هي جست تمشي يجيك من الجهه هذيك مثال اوكي خاطر كان باش نجي منه باش امبوسيبل يعمل دوره كامله نخليه هو يبوش تو بحكم اللي هو باش يبوش اني واي هي بتاعت الويف تبوش على على راحه هنا اوكي جو باهي غاد نعمل تريدي معاه اي مادام ما عندوش دبل في خلاص نمسك عملها داري الكيو رجعت له معاش اوكي دبل في عملها اوكي عنده يلتي ويف كبيرة دونك تحاول ما تفتيش معاه كي تجيب في كيو نايس 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 اوكي ماشي عندك انت تو باش تحاول تهز المينات نتصور باش ريكوليو عنده نجم ريزيد تو بي فادي تحاول ايا نايس 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 اوكي ربحنا الطرح سي بون اوكي حليلتي نجيبو ترى هارد بوشي هارد بوشي خاطر نصور ريكولا و انت عندك عندك تي بي ادفانتج تو دونك تنجم تعملها باش كيف نجم تريدي معاه تنقص له دم وترجع بتي بي معناها دونك اش تبدا عندك نجم تليبورتي لنا هي نيفو 4 لا 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 زاد زاد تو زوز لا تنجم 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 عندكش فكرة على الصامز نتاعهم ما شد بي فاين حتى في اير حتى في اير خير اوكي نايس حتى ما عندكش فكرة على الصامز نتاعها لازم تجي تقتلها اوكي اوكي ريكولي 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 نايس نايس صح 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 سريت كان اسمه سيسير اوكي باش يرد ورد في الزبد باش تخسر يعني يمكن ويف ولا ويف وشوية في التوب اما ورف على خلوك يكمل بوتس وخذ لنا البوك البوك اللي هي تاع 435 هذيك انا هذي تاع 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 لابي شو اسمه اوكي هذي هذيك اوكي اوكي تاع تاخذ فلوت ارمر فلوت ارمر فلوت ارمر حاول ديما تزرب في الخروج من الوقت اوكي عادي اوكي بوزيسيوني تروحي على العتبة هذه بتاعك اللوك ديما طفات على الاخر ما شنو كي تجيش تعمل تي بي ديما تركز على السامنرز عندهم يا صحيح ديما اهم حاجه ما خاطر غادي كان كان جات عندها فلاش كان جات عندهم فلاش ترى صحيح لك على الاخر كنا غادي وساعات حتى كي تخسر كيما قلت لك ويف ولا زوس في توب خذيت السكيلات اللي هما عوضوا لك لا لا اللي السكيلات عوضوا لك اما كيما تاخذ شيء وقت حشو بنجي نجم يمشي ميت نجم يمشي ميت اوكي ما عندكش فكرة اي بين مش في اس يوم بنجي شي داري ويف ام بوش يحب يجرب حظ اوكي اخر تيبا ميت يحب ريتو اوكي ما عندوش كيو سبع شوية اي اتناش تريدي معك كيف كمل معه اي اتناش اتناش اي اوكي اركس تاني تويا افتو بعد دول في
نحن وخر 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 اي وخر وخر نهاية الموتور ما ادري الدبل فين بتاعه. مش هرجع بشركة بمشي المهم ارجعها بوبي anyway. بوسيون اي بوبي بوسيون بوبي بوسيون واه اي نجم نجم بره 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 عادي رجعوا الموتور تاعه ما قريت بالك تاعه نايس نايس واخر واخر المشكلة كليت كي يرجع المونتور نعش ساعات يولي يعمل في دامج مخي ما يستوعبوش ولا كيف. والله ما عنديش فكرة على الفازة دي يمكن في شامبيون ما هو بتاعك بيعتم اللي انا تراه دمه شوية برك لمات وبعد فجأة يرجع فول باور ولا كيف زوكا. يرجع خاطر ابارامون ليش شنو ابارامون كي يكون طايح موتور ويرجع انا يرجع ريكو بالموتور دبل في بتاعه ترجع له معنا اللي هي تعطيه برشا دمار معقول معقول اي 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 بغض النظر على لاني كانت كول داون ولا كي هو طايح كنت ما كنتش خاطر لا 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 ارجع ارجع باكي بك خاطر الويف شويه ما كنتش كان جات برشا الويف شنو كنت باش تقول يعمل؟ كنت تاخو تاخو شو اسمه تاخو تاخو بليتو توخر اوكي نمشيو هذي بعد كده اي اي خد هذيكي وخد نجم جست خد بين كورد وكذا باهي لحد الان شنو التقييم تاع اللين؟ سافا قالنا شنو الاخلاق شنو؟ سافا سافا دونك مادامك معناتها تبيوزي في تبانيشي فيه معنا على الغلط دوكم اللي هو يميسي الكيو والدبل في نتاعو خاطر ما تشاف ما تشاف كيما قلت لك معناها هذاك ماشي على الحكايه هذيا ابا اللي هو ياسر قوي كان تلعبوا تلعبوا صحيح ما تشاف ما تخسروش اوكي عاد يغلط هو تو ما عنديش فكره على الفلاش نتاعو اما اوكي عادي 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 تمشي الويف تمشي توردي ندور لها منا نودي هكا لا 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 ارجع 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 لين ارجع لين حاول تبوش انت تو خاطر اوكي تنجم تبقى مع الفايت اما الدبل في متعرفش ترجع خاطر هذاك عموما فهمتش اما خسرنا اكس بي هذيك هي الحاجة الخايبة خسرنا شوية اكس بي ديما فايتنا من ريفو الفارم تاعو مش خايب الحقيقة اما سافا تنجم تمشي تحط ورد حلو البين انا بتوصل الجنجل ما هو ليلة هاكا مركح جو جو مبي اوكي وزب الواحد 10 سكور دي جو ديما تحاول بالاف 1 والاف 2 تعمل نظرات على التعاون على الاخر هذيك رغم اللي صعيبة تستانس عليها ما تعاون على الاخر جاك ريت عمري ما عملتها من زيت ترى اوكي نجم شقات جاي شو اسمه المعلم مزيانة هي يجيب هيا عمر كيف يجيب عادي 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 اوكي جست بوشي الوي افرم ما عندوش دايفبل لا 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 كليد كليد لا لا كليد عمرك ما تدايف ليه غدار باهي دونك ما نعانوش ليش نجم كان تحيي الموتور وريت ريت ياسر ايه اي ناس تحط كان تقرب له برشا تحطه في اير وتقتله ما سايب انا ريسك تماما ديما تحاول تلعب الماكسيموم من غير ريسك معناها اوكي اي هاكا في الميت ما ارجع لين من صار ترجع لين من جهه عاديه طبعا نحط بينكا في الجنجل نتاعو عشلنا ولا بينكا ليه اوكي انا مش نقول لك نحط الورد هني ما نجمش نقول لك وين بالضبط اما وراك 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 لا لا ارجع ارجع غادي وين 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 كليت كان تو هنا لا من وين تلديت البوش هذاك من الجهه اللي وراه كي وخر تو تموت تو هيك البحر كي حط ورد اخرى خطش تموت هذيا مازلت تنجم تفايتي راك بلي تمت ذوما كونتر اي زيت تنجم تستخر عليهم اوكي وخر شويه عاد بالزيت نكمل معاه اي نجم نحطه في اير حطه في اير ايش 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 مزيانه خاطر عنده هيك فلاش نايس 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 كيف نجم تعمل نظره على البوت فانا مش فايتيو اوكي جاهم بيه جاهم بيه نايس حلو الجيم هارد بوشي نورمالمون حس نورمالمون كليت تي بي نتاعو رجع اما تنجم تاخذ بليت شو خاطر يقعد برشا في الشهر انا بنجيتو وقتاش بنجيتو ديما تحاول تقراه خاطر سطر طايق هو كان عنده رون
اوكي وخر وخر اه هكا 4 25 آه رجعت رجع رجع اوكي كي تبينك في الشات اسكو تعاود تزيد تكتب بعد تقول مثلا 10 15 يعاود يرجع آه هي الحقيقة ياسر هذيك ياسر تنفع معنا وي اوكي تم اشري اللي القطعة نتاع لاندري هذيك هاك لاندري تيرمنت القطعة هذيك كهو جست رجعتها اسكو تمشي يهزو دريك لا امشي مين امشي مين امشي مين تنقلك امشي مين نجم تنجم خاطر باش يهزو دريك دونك تنجم تهزو تنجم تهزو ايراد ما تنجم تمشي معاهم انت وبزيد البوتم بوشي معناها ماكش تنجم تمشي تهزو اي فوي يس هو مصر انه هو يمشي غادي مش كيف اطلع توب اطلع توب مش باش متخسرش الويف نتاعك نجوه منك باش متلقانيش نبعثو الكعبة او بينجيلو مشي زويرة لتو نشوفهم كذا جي اتنيك ميت باي اسيس لنا ديما تعمل اساس على الارم تاعو نعم دين زبي اشتكري نعم دين زبي فضايح توا الاوبجيكتيف ما فهمتش شو قلت شي نايك في البوت فما مو الاوبجيكتيف تاع الزوليرات هذاك الاوبجيكتيف يقتل اوكي نايس 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 اوكي ديما بوبي الدوبلجي نتاعك تبدا عندك كل شيء نايس بوبي نايس نايس اشلي شنو كنت باش تقولي هادي؟ كنت نجم نجم دايفي تو نجم دايفي اوكي ترا بوش بوش هاد كلهم في البوت و 200 نجم نجم تمانجي انك دايفي واحد ديما لازم نعرفش ظهر لازم نلعب اكثر كونتر كليد باش نستوعب في قداش ينجم يرجع المونتور الدوج اللي عملتها اوكي وات تليفزت رجعت تي بي فمش حاجه اخرى في بالي تليبورت هذه الورد كنت تحكي لي عليهم بكري لا لا من الجهه الاخرى ترى كي صنع كراشا زيد مش عاد يرجع دار نوب نهز دريفت ولا نمشي نبوش الويف اشتقري خليني وحدي يا اشتقري دنيا تشتقري يا لحظة لحظة خلينا نكلم ونخلي زبي وحدي هيك امان شوي خلينا نجيب الكانون هذا في خاطر اشتقري هاي على الاقل خلينا باكي جوست باش نفضها ما غادي نجرب نعلق عليه ونعاود نفوت تراه أيا تيست 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 داري قصة الكونكسيون عليا نظهر الحلقة دي باش تكمل بلاش تقري هكا يعطي الصحة قدم معلومات كيف ينتصور أنا نلعب إلى أن يرجع عمكم اشتقري فهمتني يواجه في مشاكل تقنية صغيرة شوية تبي هذا في خاطرك اشتقري يا زكم يا زب هو ارجع صار انت تعرف البث لحظة برك هاي ارجع باش نير اوكي باهي ما فاتكش برشا عملت تيليبورت ما يخيبش حتى طرف فهمتني جبت بيه العصبة اما قلتيت اليستار فهمتني
اي اليستار من زمان ما لك شيء اليستار اللي كنا نحكي عليها بك. طبعا انت عاد تحب نحكيكم بينك، على حد الناس تحب الفيديو بينك في غادي. بلاصتها. اي بلاصه تاعك ديما تحاول تكسر البلانت هذيك. اوكي نكملوا مع بعضنا اون فورس. اي ما دونت اوفر فورس كما مال شو اسمه تو تروح. حاول تقدر وخشة وخشة وخشة، حاول تقدر اش انا جيت استنى الويف ما قدروش ابارامون هذوما. بوش نايس لك بيور. ايه لقيت نفس الانفيتور اتأخروا. اوكي اوكي بعد اللي نهيب نروح ديريكت ولا نهزو نتعديو على دريك؟ لازم انت توخر ديريكت تعرفوا اوكي نعم طلع الجنك نتاعو نروح طول. اي نجم نجم اثنين، اما في الكافيات تمشي حاول يكونتستيو دريك. ايه امشي دريك امشي دريك ابرا مش حاول يكونتستيو. مش حاول مش حاول شوف فم ليه ليه بد ايه ندخل ضيعنا شوية وقت توا ما عاد نجرب البلو. ريزيتيو ايه خذ 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 ديما حاول تفرغ ريزيتيو اللي كيف الكل مع بعضكم. اوكي باه هذا البلو هذا دونك هولي شيت كاليتي. يوخر وخر لا إذا irresistible الزب نهز فيلت معايا ايش على الستار ايش مو ليف كاي في ام اكيو مو نايس 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 او وات ذا فوك نكنا شيت استنى ترى الستار شيري كيسيز ظهر لي الالت نتاعو تخرجوا من الالت نتاعي خاطر ثاني مرة ترى ترو 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 نسيت اشوف هذي مدة تحبة نتاعك ما حسيت اوكي بي لازم سكت كارنا روحنا حسيت وكا كارنا روحنا كما تقول لازم تشري شو اسمه رايل ستو هذيك الفلوي اوكي خد بينكور بينكا خد بينكور دو كاسيوبيا هولي شيت ملتيت البارون نورمال ما صار شيء عادي ارجع شوية حماس في الطرح تصور به نتوكل توب نعاود انقطع البث يظهر لي سكفت الحلقة هذه الولاد مش مشكلة الله غالب كونيكسيون تونس ان شاء الله الدولة تتفرج في الفيديو هذا وتوفر فهمتني كونيكسيون مخير للأبطال نتاعنا نخل نعلق نتصور الى ان يرجع موت اوتو بيلوت فهمت نحتاجش يرجع مكش تجري ما بلدك ومركك ما بلدك ومركك الزبش وين مش نموت شكون عمل دمج هذاك الكل باه نروح نتصور ترمتي توجع برشا نجم نكمل معهم يظهر لي ما خنروح بون كمل معهم ما عندي ما نشري نروح نقحفوهم في طرف شو اسمه طرف جولد اشرب ما فهم شيء ديخ بالسي سي يزب اش قال اش تجري لا ما اشلم والله حبيت نقز عليها كاش اسمع هشوف اسكو رجع اش تجري ولا مزال باهي دونك تو شوية أخرى عاد يطلب دار يظهر لي زيد شوية العركة هذيا ما نعرفش خبرتي خبرتي تقولي وين وقايت الناس كلهم نروحوا نمشي هكا
باهي باهي دونك عملا بنصايح اشتقري نواصلوا الطرح نتاعنا لهنا ديجا. اي حبيت نقولكم مادام ومازال ما جاش لعبنا طرح ولا بلوتو انا لعبت طرح فهمتني هو كوتشيني فيه بكري بمورد كايزر من بعد اكتشفنا انه طلعت مش قاعده ريكوردي الخراء في الطرح هذاك لعبت كونتر تريندامير في التوب لين ومن اهم الاخطاء اللي صارت هذيك انه الالتيات نتاعي كانوا خايبين معناتها هو يقول لك ماذا بيك انك تولتي تارجت شوي نشوف طرح صح زقيز ماذا بيك يقول لك ماذا بيك تولتي تارجت نجم تستاكي على الكونكرر نتاعك والباسيف نتاعك فهمتني كما بار اكزومبل نعرف اليستار ولا ليونا بون اليستار تويك بحكم انه الالت نتاعو تخرجوا من الالت نتاعك دونك مش باهي الشيء هذاك ابار ساعة عملت قلت الكازيكس كانت خايبة كانت منيكة مش خايبة كانت منيكة على خاطر كازيكس يحب معناها انه التارجت يكون ايسوليتد نتاعو ابار ساعة باش نوصلو في لعبة الفأر ورا الزبي تويك هنا حصرح ياسر ضايع ولا كفاية ولا ما عندي حتى منفعة نمشي نفرمي على روح الميتك يقدروا يحموهم في الباقي تصني قاعد نحكي برش جوج باش نغطي على الفاكت لأنه شتقري ما عادش موجود طو شتقري ذمحل بالحق الحكومة التونسية بالحق من المنبر هذا نوجه لكم نداء أنه تلهاونا شوية باللاعبين متاعنا والله ما مش به والله مش خايب يفزت سمعة البلاد الشيء هذا واحد طويك من مصر ولا من السعودية يتفرج في فيديو كناك يقولك شو مساكت كونيكسيون كالزبي عنده بسخف حتى حد ما يحبه الشيء هذا هل ترضاه لأمك هل ترضاه لأختك الشيء هذا anyway اختنا السول بني برش السول جست وجود شتقري وحده برك مبارك معناه فهمني ما يسحقش كوتشيني جست معناه جست خلينا نجيب له الكانون تليبورت ما يهمش زبي الله اعلم شو صاير الله اعلم شكون ميت شكون حي وش تليبورتي وبنينا منه ولي وبنينا منه وانا نعمل هكا فهمني وانا ما نعرفش شكون هزيت معايا بالولد ربي اشتقري مش لنا خلنا نشري وفازة لا محالة بعد ما نعرفش عندي رغبة باش نكمل الايتم هذا نعرفش هذا ان شاء الله يكون خياري مصادق عليه من اشتقري اللي هو لحد الان يظهر لي قصة يظهر لي بلعة جملة كونيكسيون عندي مسكين هاو قاعد يطلب يظهر هاو رجع هاو رجع يا رسول الله مهم سمعت صوتك تهنيت خير عاد قصد بيه نتجه للبار ونتو نتصور الابجكتيف الوحيد اللي نزلت على قيد الحياة نجرب ترى نطلو عليه من تي هو نامك ستوب واتش عرفت شو زبور مداري مكان شو زبور الو ايوه كونيكسيون نعرف صاحبي كنت نوبخ طويكة في شركات الاتصال التونسية ربي يستر يا لي غارسون جيم ماشي امريكا لا ايه دار لي فت ديجا بون فاتكش برشا غادي هما عملوا الخدمة الكل انتي اعطيني انتي شعملتها انا عملت انا مسيت زوز كانونز و حاجة عادية ونكت نعرش نقا كون فما الناس نزلت اير في وسط نقا راح يراس كاسيوبيا ذوبتني وكاو هذاك اللي صار فرصة ولا باي جي جي اقل ما نجم نقول مو جي
ونرجع الاستوديو التحليلي تويكا معنا اشتغري مره اخرى. يظهر لي معلش نعطيها البارد بارد عم خدمتها. باش تقرأ شنو تقييمك بصفة عامة للطرح أو للي حضرته من الطرح؟ والله ما الماتشات نتاعك كما مول عبد أمريك ده الماتشات ديما به شنو نعطيك جست حاجة جالي ديما كي تدخل الجيم متشمس ليك ولا متشمس ليك ولا من ديما تبدأ تخمم معناها تشوف تتواصل شكون اللي ضدك تخمم في الماتشات نتاعك كيفاش بتلعبوا تبدا معناها جوج تركز بينكم وبين روحك كيفاش تلعب الماتشاب شنو تشري شنو تعمل بالضبط شنو تقرا كل شيء معناها جوج تخمم فيهم باش في الليل تبدا ماكش ناسيهم تشوف الجنجل ديما تشوف الجنجل ضدك شكون باش تقرا حتى انت تحاول تقرا هو كيفاش يباثي باش تعرف وقتاش يجيك ديما تعرف تشوف وين شي ستارتي معناها باش تعرف وقتاش يجيك توب وين شي وقتاش يبدا توب سايد باش تعرف وقتاش باش توردي وقتاش باش تبدا معناها خايف توب تحاول ديما ما تعملش حتى اكسيون ولازم ديما تركز الجنجل وين معناها سيناره وباش مانجمنت لاك ماي بلاصه تحاول فلين تبيوزيك الديتاي الصغار نتاع كي يجي هو باش يلاستيتي مني انت وقتها تبانيشيه تبيوزي الكول داون نتاع ضدك مثلا كي يستعمل ابيليتي تقعد عندها برشا كول داون ولا ابيليتي يسحقها برشا كيما نقولو جاكس الام تاعو ودرا شنيا تحاول تبيوزي الفترة هذوما في الجيم الماتش اب نتاعك كونتر كلير لعبتو مريق كما قلت لك جوست تحاول معناها تدوتشي له الكيو الدبل في نتاعو بيسكو اكتف تحاول ما تحاول معناها وقت اللي هو يستعملها ما تاكلهاش انت معناتها الدبل نتاعو انت نورمال مشيت من جنيه خليتك 4-0 ولا 4-1 دونك نورمال مشيت مريق على الماتش اب نتاعك برسا شو اسمه تحاول ديما تبيوز الشامبيون في الميتا كما كرامور شامبيون ياسر قوي وجا عنده اكثر من ريت توب توب في الميت به خليني نوجه لك ثلاثة أسئلة عمرك ما سمعتها من قبل. السؤال الأول أنا برونز أما النيفو متاعي بالحق دايموند مانيش في الدايموند على خاطر التيم متاعي كله تروز وأفكا ورزب شنو النجم نعمل باش نتصدى أنا للمعضلة هذه؟ التيم اللي ترو اللي تحكي عليه راهو تلقاه في أي بلاصة كيلكو سو برونز جولد سيلفر ديامون بلات باش تلقاها معناها في بلاصة دونك انت كي تدخل الجيم حاول ديما تركز على روحك انت اكثر من ما تغزوش صحابك جمله بريفيرونس حتى تميتيهم معناها خاطر بس سلوك مش فاهم فوق جمله تحاول تميتي معناها تحاول تيغنوري صحابك تلعب على روحك كان انت لعبت الماتش معناها تحاول تركز على روحك انت مك ما تركزش على باش تطلع ولا ال بي ولا حاجه تركز على انت كيفاش تلعب الماتش بتاعك صحيح حتى كان تربح كان ربحت الماتش بتاعك به وانت تبدا انت ساتيسفي حتى كان تخسر عادي معناها تخسر وتعرف اللي غلطه مش منك سافا معناها جاوك به وديجا كي كان تركز على الحكايه ذي ما تخممش في الليلو وكل تلقى روحك طالع وحدك معناها في الليلو به دونك باختصار جوست تركز على روحك وهكا ولاك الباقي ما عندكش حتى طرف سيطر عليه دونك زايد انك تخمم زايد تركز معاها به نمر السؤال الثاني طويك انا يا سيدي برونز ونحب نخرج من البرونز اعطيني انا هم الشامبيونات اللي خرجوني من البلاصه هذيك كتوب لينر ديما اللين اللي اكثر لين تخرج منها من البرونز هي جانجل هذا اما في التوب تنجم تحاول تمشي لك شامبيونات الساهلين شامبيونتك الرقم جوست كليك دروا معناها ولا بوينت كليك سي سي نتاج تمشي شو اسمه مثلا جاكس تريندا شامبيونتك اللي ماكش تحق برشا ميكانيكس فيهم وفي نفس الوقت ياسر قويين كما قلت نتاج تمشي جاكس ما تمشي مورد بون لازم في فيفا زادت ما ياسر قوي معناها في الافلام فيها وكل ياسر قوي تنجم زادت تكري به الجيمز هذوك هما الشامبيونت اللي ساهلين وتتكري بهم الجيمز بس معناها به والسؤال الثالث هو تو انا مثلا من برشا توب لينرز يواجهوا مشاكل في انه اوكي تربح اللين نتاعك اما من بعد جي تلقى روحك في الميد جيم والليت جيم تحس روحك يوزلس ولا كيفاش نجم سنوبول صح به كتوب لينر خاصة الحكاية ذي معناها تبعد كما نقولوا تفترق بين ليلو وليلو اما به باش تكون انك مثلا نقولوا حتى تراها عند ديف بليد وبرشا التوب لين معنا المعروفين انه كي ياخذ ليد يحاول يسبريدها معنا على التيمات نتاعهم كيما نقولوا مثلا انت مفيدي في التوب 4-0 5-0
تحاول اول حاجه كانت نجم تكسر التور اللي هي باش تعطيك وبتاخوها بالبليتس نتاعها الكل اللي هي هيوج على الاخر، تاخو الخمس بليتس في تاور، نجم كي تبدا بوشي تمشي للجنجل ضدك تقتله غادي مع حد بس عندك افونتاج، تمشي للجنجل ضدك باش توردي تلقاها دي تقتله. تنجم دو ماش اسمه دو ما تريكولي وانت هاز تور ولا عندك افونتاج تابت بوت هيك سوب تي بي ولا لصفيك، تنجم معناها تقتل البوت اللي ضدك وتعاون صحابك معناها. دونك تحاول ديما تريدي ليد نتاعك على اصحابك معناها، مش تخليها اللي كنت كهاو، دونك مش تبدا اصحابك كلهم في دين كما نقول. معناتها لازمك تخرج من التوب لين وكحاول تعمل اكسيون في بلايص اخرين برا من التوب. خاصة في الباتش هذا قوي في الاكسبيرينس تاع التوب وبرشا حاجات، دونك تنجم من التوب لين تنجم تكري وحدك. زاد تنجم كانك شامبيون سبليتي كيما فيورا جاكس شامبيون كيما كيك، تنجم جوست تابل بوت بالتي بي نتاعك تنجم تقلق على الاخر معناها كانك مفيدي بالبي، دونك هذه طريقة اخرى في سنوبولي. ابار كيما قلت لك تفرغ من الويت، اما هذه هي اون جينيرال معناها الطريقة العامة. باهي اوكي. شنو مشاريعك في المستقبل اش تقري؟ والله حاليا ما زلت الحقيقة ما عندي حد شيء، جست نستنى في السيت اب جديد باش يجي باش نركب بيس جديد باش نركب انا باش نعمل سيت اب كونيكسيون جديدة ان شاء الله. ايوا نخمم ان شاء الله باش نولي نستريمي علاش لا، هاي هاي جمعتين خير ثلاثة جمعة ونولي نستريمي علاش لا، شوالي ان شاء الله دايلي زادة. باهي برشا. بس ما هذيك في الوقت الحالي نستنى هذا هو معنا. باهي وذاك هو زاد كان الاولاد بالنسبه للحلقه نتاع اليوم، اول حلقه نربحوها في سيري القحبه هذه فهمني. كما سمعتوا اشتقري بشوالي يستريم في المستقبل وباسكي باش يبدا تو نعملوا حاجه مع بعض، نتلقاو زاد اللينكس نتاعو حاليا نتاع السوشيال ميديا اللوطه في الاول كومنتير اللي هو ظهري ما بولو مامو عندك انستغرام. ايه بولو مامو عندك انستغرام وما سامش برشا ما شاء الله شوالي اكتيف انا. ان شاء الله كي راك الفولوز يتزاد وكذا حفزوه باش اللي يستعمل اكثر انستغرام نتاعو. وكهو قبل ما نختم انا عندكش كلمه في الاخر اشتكي؟ والله عبرة حكمة ما نعرفش حاجة في التوب كانت ممكن في التوب حكمة في التوب ديما حاول تلعب على الميتا معناها شوف انهم شامبيون في الميتا هم سيت تشوف معناها هم سيتي تشوفهم تاع شو يقولك شكون اكثر شامبيون ريتس تاو في اللين تحب عليها وشنو الرونز تختارهم وكل هذوما سيتي فما معناها تنجم تشوفهم يعاونوك سينو ديما تحاول تمشي معناها والا كانك او تي بي كانك تحب تطلع معناها في الليلو وهذه الطريقه استعمل ثاني وتصور برشا استعملوها انك تولي او تي بي نتاع تشامب معناها فانتريك بوني نتاع تشامبيون ودي بريفيرونس يكون تشامبيون هذايا معناها فيه ميكانكس لاني طلعت وقت طلعت ديامون سيزون 5 بريفن كي طلعت ديامون معناها ما عندي شيء ابار الميكانكس يعني جوست نعمل بيكي ريفن نعرف نعمل كومبويت ما عندي حتى شيء وطلعت بها ديامون وقت ديامون 4 ولا ديامون 3 من بعد ما انا كي طلعت ديامون وقتها بديت نبدل شامبيونيت وليت نلعب توب وكل وذي اني نصح بها اي واحد انه جيت يشد شامبيون باش يطلع في الليلو باش يبعد معناها على البلات والجول هذوك من الليلات الاخرين ومن بعد كي يوصل الليلو محترم ينجم هو يبدل الشامبس نتاعو اذا حتى حاجات اخرين باهيه اللي اذا كان تشد شامبيون برك وتولي متمكن منه 100% ميكانيكمون وش وقتها تحس مخك يولي فاضي باش يركز مع الميني ماب ويركز مع الروتيشنز ويركز مع خير من تقعد كل مرة تبدل الشامبيونز وجست مركز كاش تتعلم ميكانيكس نتاعو صح هذا وكان تحب تولي معناها باش تولي تلعب تورنويات وكل لازم توسع الشامبيون نتاعك معناها ماكش تقعد تلعب شامبيون كاو اما الطريقة هذيا باش تطلع في الليلو اوكي فوالا هذايا والشباب ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة هذه اذا كان اي شير لايك كومنتير زبك الجو هذاك الكل فوالا شكرا حسن متابعة استماع الشباب والى اللقاء جود نايت.